أعزائي مستمعي إذاعة القوات المسلحة العراقية صوت حماة الوطن، برنامج السلامة أولا، وصلنا وياكم إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. مثل ما تعودنا دائما قبل الختام ننطي نصيحة مرورية. اليوم نصيحتنا وحسب اللافتة اللي موجودة داخل موقع الطوبتشي وداخل كل مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات، واللي تقول لا تغادر الموقع قبل أن تنجز معاملتك، وقبل أنه يكون هنالك أي عرقلة بالمعاملة راجع السيد المدير. أيضا هنالك أرقام للخط الساخن وأيضا أرقام سيد المدير موجودة في لافتات معلقة داخل الموقع، يعني في حال أنه تعرضت إلى أي ابتزاز، في حال أنه أكو أي عرقلة بمعاملتك، أبواب السيد مدير الموقع مفتوحة حتى أنت تقدم شكوتك، حتى أنت إذا عندك أي عرقلة، إذا عندك أي استفسار، إذا عندك أي مشكلة. وأيضا موجودة شعبة حل الأخطاء وحل المشاكل، تقدر تراجعهم وتقدر تستفسر من عندهم. لا تنغر ولا تمشي وتتبع المعقبين أو تروح إلى الطرق الغير شرعية أو الطرق الغير مشروعة في أنه تنجز معاملتك. دائما أنت على حق ودائما القانون فوق الجميع. نتمنى لكم السلامة أكيد، ونلتقيكم الأسبوع المقبل يوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة العراقية على التردد 98.0 FM. نتمنى لكم السلامة.